السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، طلاب الثانوية العامة، من خلال منصتكم منصة بريفاتو سنيور محمد الجبالي ومادة اللغة الإيطالية. إن شاء الله تعالى النهاردة نتكلم على درس من دروس الصف الثالث الثانوي، اللي هو عندنا في أونيتا أونو. ده درس مهم جدا، اللي هو الفوتور سامبلتشي، اللي هو المستقبل البسيط. وده لأن هو لازم بيكون عندي عليه سؤال في امتحان ثالثة ثانوي في آخر السنة كجزئية جرامر. وكمان هلاقي الناس بتوع الإيطالي عندنا ما شاء الله لازم بيكون كل جزئية جرامر هناخدها بتلاقيها حضرتك في القطعة، فعشان تفهم القطعة هتلاقي جايب لك برضو مستقبل بسيط في القطعة، عشان تقدر تفهم القطعة بتتكلم على ايه او بتقول ايه وتقدر تحل عليه. طيب هنتكلم على الفوتورو سامبلتش، اللي هو المستقبل البسيط. عندي في اونيتا اونو، اونيتا اونو اللي هي الوحدة الأولى، بيتكلم على زمن اسمه الفوتورو سامبلتش، اللي هو زمن المستقبل البسيط. المستقبل البسيط، الناس اللي متابعينا عارفين ان احنا قلنا لما اجي اتكلم على اي زمن كنا قلناها في حلقة المضارع بريزنت، قلنا لما اجي اتكلم على اي زمن يا شباب هنقولها تاني، لازم احدد حاجتين مهمين جدا: واحد الفاعل، اتنين الكلمات الدالة. لان حضرتك زي ما قلنا هيجي في الامتحان في اخر السنة مش هقول لك حل على مضارع ولا مستقبل ولا ماضي ولا ايه، لان احنا كان عندنا مضارع في سنة اولى وماضي الباساتو بروسيمو في منهج تانية ثانوي، والمستقبل البسيط. ويبقى عندي ان شاء الله تعالى في الوحده الثانيه الفوتورو كومبوست اللي هو المستقبل المركب، يبقى عندك اربع ازمنه. فهو في الامتحان مش هيجي يقول لحضرتك حدد يا ترى انت بتحل على مضارع ولا، او هو هيجي بيقول لك حل هنا على المضارع وحل هنا على المستقبل. لا، حضرتك بتقدر تحدد ده من خلال الكلمات الداله، وكمان مهم جدا فاعل الجمله. الناس تفتكر معانا كده، قلنا الاول فاعل الجمله، فاعل الجمله، قلنا احدد فاعل الجمله ازاي. هو احنا قلنا في الغالب فاعل الجمله بيبقى في اول الجمله، ده ترتيب المنطقي للجمله في اللغه الايطاليه، لان الجمله في اللغه الايطاليه بتتكون من رقم واحد الفاعل، اتنين الفعل المصرف اللي النهارده بنتكلم على المستقبل البسيط، تلاته المفعول. وبالتالي حضرتك فاعل الجمله اكيد اكيد هتدور عليه في اول الجمله. طيب الفاعل بيكون ايه؟ قلنا اما ان بيكون اسم شخص، يعني كارلو، جوليا، عمر، اسم شخص، يا اما ان هو اسم معرف. قلنا قبل كده ان اسم معرف يعني ايه؟ يعني اسم مسبوق بأداة تعريف. يعني ايه اسم مسبوق بأداة تعريف؟ يعني والله اسم مسبوق بإيل أو لو أو لا أو إلا أبوصف، معناه إن اسم مفرد فهصرف الفعل معه، أيوه لو يولاي. يا إما إنه اسم مسبوق بإي أو لي أو لا، معناه إنه اسم، أيوه بالظبط كده، جمع فصرف الفعل مع لورم. أو إن الفاعل ممكن يبقى ضمير فاعل، ضمير شخص للفاعل، اللي هو مين عندي يا فندم؟ اللي هو عندي إيو، أنا، تو أنت أو أنتي، لوي هو، لاي هي، نوي نحن، فوي أنتم، لورو هم أو هن. مش كده؟ يبقى الفاعل بتاعي يا إما اسم شخص، هدور على اسم شخص ما لقيتش، اسم معرف ما لقيتش، ضمير. طب ليه اتنين من التلاتة دول موجودين في الجملة؟ يا ترى الفاعل هيكون إيه؟ قلنا يا فندم في شرط مهم كده، بشرط ألا يكون الفاعل مسبوق بأي حرف جر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قلنا لما اقول لك اي جينيتوري دي جوليا، يا ترى مين الفاعل هنا يا شباب؟ واحد يقول لي طب ما انا عندي حاجتين، جوليا اسم شخص وجينيتوري اسم معرف، اسم بقى التعريف. قلنا بشرط الا يكون الفاعل مسبوق باي حرف جر. مين اللي مسبوق بحرف جر؟ جوليا، يبقى دي مش الفاعل، خصوصا ان احنا قلنا
ما بعد الدي ملناش دعوه بيه، ما يخصناش، ما ينفعش يبقى الفاعل. وبالتالي الفاعل مين؟ الجينيتور، ده اسم جمع اصرف الفعل مع لورو. طيب في الفعل قلنا يا فندم ادى لحضرتك الفاعل بتاع الجمله ضمير صريح خير وبركه، اللي هو ايه وتو ولوي ولاي ونوي وفوي ولورو، يبقى الموضوع بيبقى اسهل. طب جاب الفاعل اسم شخص او اسم واخد اداه تعريف، قلنا بنرجع للقاعده الهامه بتاعتي تاني، قاعده هامه للافعال. قلنا اذا كان فاعل الجمله، فاعل الجمله وده معايا التلات سنين يا شباب، فاعل الجمله بنصرف الفعل مع نص جرامر الامتحان في ثالثه سنه، وبيكون على الجزئيه دي ان حضرتك تحدد فعل الجمله وتحدد الزمن وتحل عليه. قلنا فاعل الجمله اسم مفرد اصرف الفعل مع، ايوه لوي ولاي، الناس اللي ذاكروا اسم مفرد وفصله يبقى تو، ايوه اسم جمع صرف الفعل مع لورو، اسم جمع وفصله ايوه يبقى فوي، تو او ايو الاول واي اسم، انا واي حد يبقى نوي، تو تو واي اسم او اي حد يبقى فوي، وقلنا لقب وفيرجولا بصرف الفعل مع لوي ولاي وان كان بيبقى معناها لاي اللي هي حضرتك او حضرتك. يبقى مهم جدا احدد فاعل الجمله، وده من خلال ادور في اول الجمله على اسم شخص، لقيت اسم شخص ده الفاعل، مفيش اسم شخص يبقى ادور على اسم مسبوق باداه تعريف الى او لو او لا او الا ابوستروف، معناه انه اسم مفرد فصرف الفعل مع لوي ولاي، اسم مسبوق بإي أو لي أو ليه معناه إنه اسم جمع فصرف الفعل مع لورو. ما لقيتش يبقى هو مدي لك الفعل ضمير شخصي اللي هو إيه وتو ولوي ولاي ونوي وفوي ولورو، ده كده يبقى جايب السؤال بطريقة مباشرة، يبقى أفضل بالنسبة لي. ما انساش إن لازم عندي شرط مهم جدا جدا، وهو إن ما ينفعش الفعل يبقى مسبوق بأي حرف جر، أكيد الفعل أي حاجة تاني غير الكلمة المسبوقة بحرف جر، زي ما نقول إيه جينيتوري دي جوليا، عندي اسم واخد التعريف وعندي جوليا، ما ينفعش جوليا يبقى الفاعل لان مسبوق بحرف الجر دي، الفاعل بتاعي جينيتور اسم جمع فساعتها هتصرف الفعل مع لورو. والقاعده اللي قلناها مرارا وتكرارا لحضرتك لازم تبقى حافظها، ان اذا كان فاعل الجمله اسم مفرد بصرف الفعل مع لولاي، اسم مفرد وفاصله تو، اسم جمع لورو، اسم جمع وفاصله فوي، ايو اي اسم يبقى نوي، تو اي اسم فوي، لقب وفيرجولا يبقى لوي ولاي او اللي هي بمعنى لاي حضرتك. دي اول جزئيه مهمه النهارده في الدرس بتاعنا اللي هو درس المستقبل، لازم احدد فاعل الجمله. مهم جدا يا شباب في اي زمن ان انا احدد فاعل الجمله، وده 50% من حلي للسؤال. طيب بعد كده عندي الحاجه الثانيه المهمه جدا، وهي تحديد الكلمة الدالة. رقم اتنين قلنا المهم جدا في أي زمن الكلمات الدالة، اللي بتقول لي إن أنا بتكلم على زمن مستقبل بسيط. إيه الكلمات الدالة على المستقبل البسيط؟ قال لي عندي دوماني، دوماني غدا، دوبو دوماني، دوبو دوماني بعد غد، في دو ماتينا، دو ماتينا اللي هي دوماني ماتينا، دو ماتينا غدا صباحا او بكره الصبح يعني، وعندي ترا او فرا زائد مده زمنيه بمعنى خلال، ولك ترا ونص تيمونه خلال اسبوع، وكمان عندي دا جراندي، دا جراندي لما اكبر او في الكبر، لما اكبر هعمل كذا مثلا، وكمان كلمة مهمة جدا اسمها ساي واللي ليها قاعدة هامة وخاصة بيها اللي نتكلم عليها ان شاء الله تعالى، اللي هي بمعنى اذا او لو. خلي بال حضرتك من حاجة،
اي حاجه فيها دوماني دوماني دو دو دوماني دوماني ماتينا دوماتينا يبقى مستقبل. فرا بين ترا وفرا اللي بيلخبطني بينهم وبين ضا زائد مده زمنيه، وبين مده زمنيه وفا. ترا وفرا مستقبل، فا ماضي، وضا مضارع. وعندي اي ضا كانت المفروض ضا مضارع، لا ما عدا ضا جراند لما اكبر. وكمان عندي سي اللي هي اذا او لو، اللي هي الافراز هيبوتيتيك، الجمله الشرطيه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. زي ما بنقول دايما، السؤال على الكلمات الداله بيجي بطريقه من اتنين ملهمش تالت. اما ان هو يجيب لي كلمه من الكلمات دي وساعتها هختار فعل مصرف في زمن المستقبل بسيط مع فاعل الجمله، او يعكس يجيب لي اساسا كلمات داله بيخيرنا على كلمات داله وساعتها هختار كلمه من الكلمات دي في حالة ان كان الفعل مصرف في المستقبل بسيط في الفطور ساندوتش. يبقى لازم قبل ما اشتغل على اي زمن في الجملة، قبل ما ابدأ احل، احدد فاعل الجملة بالكيفية اللي احنا قلناها، واحدد الكلمات الدالة، الكلمات الدالة اللي هي دوماني ودوب دوماني ودوماتينا وترا وفرا زائد مدة زمنية ودا جراند وسي اللي هي اذا او لو. اول ما تلاقي سي في بداية الجملة تعرف ان انت هتختار فعل مصرف في المستقبل البسيط. دي كانت الجزئية الاولى اللي مهمة جدا نتكلم عليها قبل ما نخش في التصريفات. فاصل صغير كده ونرجع لكم، فابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني طلابنا الاعزاء، وكنا بنتكلم النهاردة او زي ما قلنا قبل الفاصل على زمن المستقبل البسيط الفطور سامبلتشي، وزمن الأزمنة البسيطة يا شباب اللي هي زي المستقبل البسيط أو المضارع بيبقى معناها يعني زمن بسيط، يعني الفعل مكون من كلمة واحدة. طيب بعد ما عرفنا الفعل والكلمات الدالة، بيقول لي هتكلم على تصريفات الأفعال، ومن تصريفات الأفعال هنتكلم على أفعال ريجولاري اللي هي أفعال منتظمة أو قياسية، وأفعال إيرريجولاري أفعال غير منتظمة وغير قياسية اللي احنا بنقول عليها أفعال شاذة. الأول تصريفات الأفعال القياسية أو المنتظمة. تصريفات الأفعال القياسية والمنتظمة، قلنا أي فعل في الإيطالي هلاقيه إما إن هو آخره آر يبقى مجموعة أولى، وليكن فيربو مثلا جواردار يشاهد، مجموعة تانية آخره إير وليكن فيربو برندر يأخذ أو يحصل على، وبينتهي بإيرة معناه أنه مجموعة ثالثة وليكن فيربو بارتير يرحل أو يغادر أو يسافر. زي ما كنا بنقول في البريزنت في المضارع، كنا الفعل لسه محتفظ بآر أو بآر أو بإيرة اللي هي النهاية المصدرية، معناه أن الفعل لسه في حالة المصدر، الأصل بتاعه لسه ما تصرفش، عايز تصرفه بقى مع فعل الجملة اللي ممكن يبقى إيو أو تو أو لوي ولاي أو حتى لاي، لا بمعنى حضرتك أو حضرتك، أو نوي أو فوي أو لورو. أعمل إيه؟ في طريقتين يا فندم. الطريقة الأولانية بيقول لي أنا هشتغل زي المضارع بالظبط، هعمل إيه؟ أشيل آر اللي هي بتقول إن دي مجموعة أولى، وعلى أصل الفعل أو الجذع اللي فضل ده بضيف النهايات بتاعة المستقبل، مع إيه بضيف إيرو؟ يبقى جواردارو. في اكشنت وفي شرطه مائله مش بتتحط كده وخلاص، لا دي اساسيه في الفعل. مع تو ايراي جوار دي راي، مع لو يولاي ايرا جوار دي را، مع نو يريمو جوار دي ريمو، مع فو يريت جوار دي ريت، مع لورو ايرانو جوار دي رانو. يبقى نهايات المستقبل مع ايو ايرو، مع تو ايراي، مع لو يولاي ايرا، مع نو ايريم وفوي ايريتي لورو ايرانو. ويعني ايه قلنا افعال قياسيه ومنتظمه؟ يعني اي فعل بينتهي بار هناخد جواردار ده كم قياس لي، هقيس عليه مع كل افعال اللغه الايطاليه اللي بتنتهي بار طالما ما قلناش عليه ان هو فعل ايه؟ شاذ. اي فعل بارلاري بارلرو بارليراي بارليرا، parleremo parlerete parleranno visitare visiterò visiterai وهكذا. طيب الفعل prendere مجموعه ثانيه برضو نفس الموضوع، قال لي هشيل النهايه المصدريه
وعلى أصل الفعل معي بضيف إيرو برندرو معتو إيراي برندراي لويولاي إيرا برندرا نويريمو برندريمو فويريت برندريت لورو إيرانو برندرانو. يبقى نهاية المجموعة الثانية معيو يرو تو يراي لو يلي يرانو يريمو فو يريت لور يرانو. لاحظنا يا شباب، لاحظنا ايه في التصريفات بتاع الافعال في المجموعة الاولى والثانية؟ ايوة بالظبط كده. سامع حد بيقول لي ان تصريفات الافعال في المستقبل البسيط المجموعة الاولى والثانية زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق. يرو يراي يرا يريمو يريت يرانو، كويس. طيب المجموعة الثالثة قال لي برضو اشيل ايرة ومكانها معي بضيف ايرو بارتيرو معتو بارتيراي معلولاي بارتيرا مع نوي ريمو بارتيريمو مع فوي ايريت بارتيريت مع لورو ايرانو بارتيرانو. يبقى نهاية المجموعة التالتة مع إيو إيرو تو إيراي لولاي إيرانو إيريمو فوي إيريت لورو إيرانو. حلو كده؟ طيب يبقى إحنا قلنا المجموعة الأولى والتانية زي بعض بالظبط، طب إيه الفرق بين المجموعتين الأولى والتانية والمجموعة التالتة؟ ها؟ أيوة بالظبط كده. هنا في المجموعة الأولى والتانية هنا حرف إيه؟ هنا بيكون حرف إي. طيب حضرتك قلت في بداية الجزء ده إن في طريقتين لتصريفات الأفعال في المستقبل البسيط. يعني جوارداري ده جوارداري، حضرتك قلت جوارداري مجموعة أولى، وبرندري مجموعة تانية، وبارتيري مجموعة تالتة. إيه بقى الطريقة التانية اللي حضرتك بتقول عليها؟ بص يا فندم، مع ايو وتو ولوي ولاي ونوي وفوي ولورو. طريقة سهلة وبسيطة خالص. اعمل ايه؟ هقول لحضرتك اعتبر ان المجموعة الاولى كأنها بتنتهي بإيري مش بآري، كأنها جوار ديري، بتشيل الأ وتحط ايه؟ ايوة. وبعدين وبعد كده شيل الار ايه من نهاية كل فعل، الار ايه يفضل لك جوارده جوارده وبرنده وبارتي، صح كده؟ الجزء اللي هتضيف عليه. وبعد كده ضيف يا فندم في كل افعال اللغة الايطالية مع ايو رو تو راي لويولاي را نوي ريمو فوي ريتي لورو رانو في الثلاث مجموعات. يبقى جواردرو جوارديراي جواردرا جوارديريمو جوارديريتي جواردرانو برندرو برندراي برندرا برندريمو برندريتي برندرانو بارتيرو بارتيراي بارتيرا بارتيريمو بارتيريتي بارتيرانو. مش كده بنقول زمن المستقبل بسيط زمن، او كنا بنقول ان اللغه الايطاليه يوناليم وموزيكال لغه موسيقيه، وده واضح جدا حتى من درس المستقبل البسيط. ايا كان الفعل ايا كان الفعل، حتى زي ما نشوف في فيرب ايريجولاري نهايه الفعل تبقى دايما رو راي را ريمو ريت رانو اي رو تو راي لو يولاي را نو ريمو فوي ريت لو رو رانو رو راي را ريمو ريت رانو رو راي را ريمو ريت رانو. يبقى عند حضرتك طريقتين، اما ان انت بتشيل النهايه كلها زي ما كنا بنعمل في البريزنت في المضارع، او زي ما قلنا بتحول الا في جوارداري او افعال المجموعه الاولى بتحول الار بتحول الار الار كانها اري، ودي مجموعه ثانيه اري، ودي مجموعه ثالثه ايري، بتشيل الار اي من اصل الفعل وتضيف ايا كان الفعل مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه
مايورو توراي لولاي رانو يريمو فوي ريتي لورو رانو. دي تصريفات الافعال المنتظمه او الافعال القياسيه الزمن المستوى البسيطه والفطور سامبلش من الازمنه اللي الافعال الشاذه بتاعته كتيره شويه. تعالوا نشوف مع بعض تصريفات الافعال الشاذه، هنتكلم على كم فعل عشان نبدا ناخد امثله، وفي الجزء الاخير ان شاء الله تعالى نتكلم على قاعده سي اللي هي الافراز هيبوتيتيكا. طيب تعالوا نشوف مع بعض تصريفات بعض الافعال الايريجولاري او الشاذه. طيب زي ما قلنا نشوف مع بعض التصريفات لبعض الافعال الايريجولاري اللي هي الشاذه. طبعا على راسهم بيجوا فيربو اسره وفيربو افيري و فيربو فاري، فاري اللي هو يفعل او يعمل. عايز اتصرف الافعال دي بطريقه سهله وبسيطه عشان اعرف احفظ، ان هي من الافعال الاساسيه اللي بتيجي في الامتحان مع ايو وتو ولوي ولاي ونوي وفوي ولورو. زي ما قلنا يا فندم، زي ما قلنا يا فندم، في الافعال الريجولاري او القياسيه المستقبل بيتميز بنهايه الفعل مع ايو بروت ورايلو يولاي رانو يريمو نو يريمو فويريت لورو رانو. تعالوا نعمل حاجه شبه كده عشان خاطر يبقى الموضوع سهل. عشان كده بقول لك اعتبر ان اسر كانه اس اه سا و افيري كانه اف. احفظوا على كده اس رسا افير اف وفار فا. حلو كده. والافعال كلهم دايما مع ايورو توراي لولو ليرا نوي ريمو فوي ريتي لورو رانو. يبقى ايو سارو ساراي سارا ساريمو ساريتي سارانو. avere avrò avrai avrà avremo avrete avranno fare farò farai farà faremo farete faranno teni essere sarò sarò sarai sarà saremo sarete saranno avere avrò avrai avrà avremo avrete avranno fare farò farai farà faremo farete faranno. دي من بعض الافعال اللي هي الريجولاري. عندي انداري انداري يذهب، هنعتبره اللي هو اند، وتبدا تضيف رو راي راري موريت ران اندرو اندراي اندرا اندريمو اندريت اندران وهكذا. والافعال دي زي ما قلت افعال اللي هي الريجولاري عندي في المستقبل البسيط، افعال كثيره شويه هيبقى ان شاء الله تعالى عند حضراتكم في الكتاب او في بتاعنا بتاع ثالث ثانوي في كل الافعال واللي لازم حضراتكم تحفظوها، وهيبقى ننوه ازاي نحفظهم بطريقه سهله زي اسر وافير وفار. تعالوا ناخد كم مثال كده على المستوى البسيط نطبق الكلام اللي احنا قلناه. يعني لما اجي اقول لك مثلا دوماني دينو نقط بير روما واللي بارتي او بارتي بار تيرو بار تي راي ولا بار تيرا. ايو اي جوليا نقط al cinema fra un'ora خلال ساعة. andrò andrai andrà ولا andremo. ragazzi che cosa domani faremo farete faranno
ولا فراين؟ يعني كم جملة كده على المستوى البسيط. بيقول لي دوماني دي نوات بير روما، حضرتك قلنا هيجي لي في الامتحان مثلا جمل زي دي كده، يبقى حضرتك بتحدد حاجتين مهمين جدا. واحد، الكلمة الدالة دوماني، كلمة دالة على ايوه الفطور ساندوتش اللي هو المستقبل البسيط. مين الفاعل دينو؟ ده اسم ايه يا فندم؟ القاعدة بتاعتنا بتقول ده اسم مفرد تصرف الفاعل مع لو يولاي. الافعال في المستقبل البسيط مع لو يولاي بتبقى اخرها را، اي رو تراي لو يولاي را نوي ريمو فويريتو لورو رانو رو راي را ريمو ريت رانو، مع لو يولاي بيبقى اخرها را، وبالتالي اختار مين يا فندم؟ بارتيرا. طب حد يقول لي طب هو انا مش ممكن اختار بارتي؟ اي يا فندم، بارتي ده تصريف فيرب بارتير فعلا مع لو يولاي بس في المضارع، وانا عندي كلمه داله هي اللي بارولي كيافي، الكلمات الداله عندي كلمه داله على المستوى البسيط، وبالتالي اختار بارتيرا. رقم اتنين بيقول لي ايو اي جوليا نقط على الشينما فراو نورا، ايوه دي الكلمه الداله على المستقبل فراو نورا خلال ساعه. مين الفعل يا فندم؟ ايو اي جوليا، قلنا ايو اي اسم صرف الفعل مع نوي، تمام. يبقى نهايه الفعل في المستقبل البسيط مع نوي بيبقى ريمو، اي فعل مصرف مع نوي يبقى نهايته ريمو، سواء كان مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. يقول يا ترى اندرو ولا اندراي ولا اندرا ولا اندريمو؟ اختار اندريمو. جملة رقم ثلاثة نمرو تري بيقول لي راجاتسي فيرجولا كي كوزا نوت دوماني، الفيرجولا يا فندم قلنا معناها في الإيطالية النداء، وبالتالي ده اسم منادى. منادى ايه؟ منادى جمع، اسم منادى جمع او اسم جمع منفصلة بصرف الفعل مع فوي. حلو، الكلمة الدالة عندي هنا مين؟ دوماني، كلمة دالة على المستقبل البسيط. طيب الفعل مع فوي في المستقبل البسيط يبقى نهايته ها، يبقى نهايته ريتا، يبقى فريمو ولا فريت ولا فرنو ولا فراي، يبقى فريتا. ده بالنسبة لزمن المستقبل البسيط. يبقى حضرتك هتحدد كلمة دالة، لازم كلمة دالة على المستقبل البسيط، لازم عندي أحدد فاعل الجملة، وبعد كده التصرفات بالطريقة اللي احنا قلناها. مثال على الكلمات الدالة أقول لك جوليا أندرا أروما نقط. بيقول لي دا un anno un anno fa fra un anno مثلا ieri. حضراتكم قلنا الكلمات الداله لازم بلاقي عليها سؤال في امتحان اخر السنه. جوليا اندرا روما نقط. اول ما تلاقي بيخيرك على كلمات داله زي كده، اول ما تلاقي حضرتك بيخيرك على كلمات داله زي كده، يبقى حضرتك تبص على الفعل المصرف، عينك تروح على الفعل المصرف اندرا، مصرف في انهي زمن؟ را ده ايوه في الصيغه دي رو راي را ري مو ري ترنو، مستقبل بسيط. يبقى انا عايز كلمه دالة على المستقبل البسيط، يا ترى اللي فيها ضا ولا اللي فيها فا ولا اللي فيها فرا ولا ايري؟ ايري طبعا ايري امس، كلمه دالة على الماضي. ضا ولا فا ولا فرا؟ قلنا ضا مضارع، ضا مضارع، فا ماضي، فرا مستقبل، وبالتالي اختار مين؟ فرا ونانو. ماشي كده يا شباب، يفضل لي جزئية أخيرة في زمن الفطور سامبلتش، وهي الأفراز إيبوتيتيكا، الجملة الشرطية، واللي مهمة جدا اللي بيجيب لي برضو عليها سؤال في الامتحان. فاصل صغير كده ونرجع لكم بالجزء الأخير في المستوى البسيط، فتفضلوا بالبقاء. ورجعنا لكم تاني طلابنا الأعزاء، طلابنا الغاليين، ومن خلال الجزء الأخير في الحلقة بتاعتنا النهاردة اللي هو قلنا الأفرازي بوتيتيكا، الجملة الشرطية اللي عندي هي تابعة لدرس الفطور ساندوتش اللي هو المستوى البسيط. عندي حاجة اسمها سي، سي بمعنى إذا أو لو، بيسموها الجملة الشرطية، الأفرازي بوتيتيكا الجملة الشرطية. واللي بيجي معاها جملتين يا شباب، زي ما بنقول كده بالعربي فعل الشرط وجواب الشرط. احنا قلنا حضرتك اول ما تلاقي سيف الامتحان لازم
تختار فعل مصرف في المستقبل بسيط. طيب حضرتك مع سي، اما ان هو بيكون زمن الجملة الاولانية مضارع والتاني مستقبل بسيط، يا اما بيديني في الجملة الاولانية مستقبل بسيط وفي الجملة التانية برضو مستقبل بسيط. يبقى هي اللي يهمني ان انت لما تيجي في الامتحان اول ما تلاقي سي هتختار على طول مستقبل بسيط، سواء كان في الجملة الاولانية مديك مضارع بسيط او مستقبل بسيط، مش كده؟ يبقى بيجي معاها جملتين. معناها ايه جملتين؟ يعني انا هلاقي فعلين مصرفين. يعني يجي يقول لي سي مثلا نوي فينشريمو نوي فستجريمو، لو احنا فزنا هنحتفل، لو احنا فزنا هنحتفل. شرط الجملة الاولانية مستقبل بسيط، الجملة التانية مستقبل بسيط. طيب يجي يقول لي يا شباب، خلي بال حضرتك بقى من الجمل بتجيلي ازاي في الامتحان، يقول لك سي فارو il compito not al cinema andremo. يقول لك سي فارو الكومبيتو نوي على السينما، يقول لك اندريمو. ركز معايا، بيقول لي في الجملة الأولانية سي فارو الكومبيتو نقط على السينما. فارو هنا يعني يعمل، لو قمت بعمل الواجب نقط على السينما. طالما إن أنا عندي جملتين مع سي يا شباب، فين فعل الجملة الثانية؟ الفاصلة دي بتقول لي دي الجملة الأولانية خلصت، فين فعل الجملة الثانية؟ الفعل بلاقيه في أول الجملة. بيقول لي لو ما لقيتش فعل في الجملة التانية مباشر وصريح، اذا فعل الجملة التانية هو نفس فعل الجملة الاولانية. مع سي عندي جملتين، يعني عندي فعلين مصرفين لازم ليهم فاعل. لو فاعل الجملة التانية مش موجود، اذا فعل الجملة التانية هو نفس فعل الجملة الاولانية. هتقول لي طب هو فين اساسا فعل الجملة الاولانية؟ ما يا فندم بتعرف من تصريف الفعل فارو ده مع ايو، اذا فاعل الجملة التانية هيكون مين؟ ايو. طيب رو يبقى على طول ايه؟ ايوه رو زيها، يبقى اندرو. سي وفارو الكومبيتو اندرو السينما، لو انا عملت الواجب هروح السينما. طيب سي فارو الكومبيتو نفس الجمله اهي، بس هنا في الجمله الثانيه مديني نوي، مديك فاعل صريح في الجمله الثانيه هشتغل عليه بغض النظر عن فاعل الجمله الاولانيه، لان انا فاعل الجمله الاولانيه هنا في الجمله الثانيه دي برضو ايو. يبقى اذا لو ادالك فاعل صريح في الجمله الثانيه بشتغل عليه نوي، يبقى اندريمو. ما ادانيش فاعل صريح في الجمله الثانيه، اذا فاعل الجمله الثانيه هو نفس فاعل الجمله ايه؟ الاولى. مع سي فاعل الجملتين بيكون واحد، فاعل الجملتين بيكون واحد الا اذا هو اداني الفاعل صريح فيما عدا خمس تعبيرات يا شباب. الكلام اللي انا قلته ده فيما عدا خمس تعبيرات، تعبيرات هامة. عندي فاره كالدو وعكسها فاره فريدو، وعندي فاره بيل تيمبو وفاره بروتو تيمبو، وكمان فيربو بيوفره
ممكن تضيف معهم اللي هي ترانكويلو وكالمو، مالهم دول بقى؟ طبعا فاري كالدو، فاري كالدو يعني الجو يكون حار، فاري فريدو الجو يكون بارد او سائع، فاري بيل تيمبو الجو يكون جميل، فاري بروتو تيمبو الجو يكون سيء، جو مش حلو. بيوفر بمعنى تمطر، مالها بقى؟ معسية يا فندم، دول دائما وابدا، دائما وابدا بصرف الفعل مع، نصرف الفعل مع لوي ولاي، لان انا بتكلم على حالة الطقس او الجو. يبقى في سي، قاعدة سي اللي هي إذا أو لو، اللي أول ما بلاقيها بختار فعل مصرف في المستقبل البسيط. فيها ثلاث حالات أو ثلاث جزئيات اتكلمنا عليهم. لو اداني فعل صريح في الجملة الثانية بشتغل عليه، نوي يبقى أندري، موفوي أندريت، وهكذا. لو ما لقيتش فاعل صريح في الجملة الثانية، إذا فاعل الجملتين واحد أو فاعل الجملة الثانية هو نفس فاعل الجملة الأولانية، فيما عدا الخمس تعبيرات دول المهمين او اللي بيجوا دايما عليهم سؤال بكثره، وهي فاري كالدو، فاري فريدو، فاري بيلتيمبو، فاري بروتوتيمبو، بيوفري. اول ما تلاقي كالدو وفريدو وبيلتيمبو بروتوتيمبو بيوفري في الاختيارات، تعرف ان حضرتك على طول هتغير فعل مصرف فين في زمن المستقبل البسيط. يعني ايه؟ يعني اقول لك سي نقط كالدو ايو اندرو الماري، ولك سي فرو فراي فرا فريمو، نين سي نوات بل تيمبو نوي اندريمو ال سينما، واللي اندرو سي سوري سي فرو فراي وفرا وفريمو، سي نوت تانتو او مولتو io presto a casa, pioverò, pioverai, pioverà, pioveremo. Tieni, fissi. قاعدة سي قلنا عشان بيبقى عندي جملتين مكونين، جملتين كاملين فيهم فعل وفاعل ومفعول، فعل الشرط وجواب الشرط، لو عملت كذا هعمل كذا، أو لو عملنا كذا سنقوم بعمل كذا. عندي بيجي بعدها مستقبل بسيط ومستقبل بسيط، يا إما مضارع ومستقبل بسيط. المهم إن أنا لما ألاقي سي في الامتحان أول ما تلاقيها كلمة من الكلمات الدالة على المستقبل البسيط. قلنا لو مديني فعل صريح في الجملة الثانية، سيو فارو الكومبيتو نوي نقط على السينما، لو انا عملت الواجب احنا هنروح السينما، طالما اديني نوي في الجمله الثانيه صراحه بشتغل عليها. طيب لقيت الجمله الثانيه ما فيهاش فاعل صريح، اذا فاعل الجمله الثانيه هو نفس فاعل الجمله الاولانيه، برجع لفاعل الجمله الاولانيه، هنا ما فيش فاعل، الفاعل بتاع الجمله الاولانيه ايو سيو فارو الكومبيتو، يبقى ايو اندرو على السينما. فيما عدا قلنا التعبيرات دي اللي هي فاري كالدو الجو حر، فاري فريدو الجو برد، فاري بالتيمبو الجو جميل، فاري بروتو تيمبو الجو سيء، وبيوفري بمعنى تمطر. طيب يعني يجي يقول لي سي نوات كالدو ايو اندرو على السينما، مين انا فين فاعل الجمله الاولانيه؟ مش موجود. طيب مين فاعل الجمله الثانيه؟ ايو. طيب احنا قلنا لو ما لقيتش فاعل في الجمله الاولانيه، اذا فاعل الجملتين واحد يبقى الفاعل ايو؟ لا يا فندم، قلنا ما عدا الخمس تعبيرات دول كالدو وفريدو بالتيمبو بروتو تيمبو والفيربو بيوفري، اول ما تلاقيهم لازم تصرف الفعل دائما وابدا مع لوي ولاي، وبالتالي هنا اختار مين؟ فرا. سي فرا كالدو،
لو الجو حر او الجو هو اللي هيكون حر، مش انا اللي هعمل الجو حر او انت او احنا، لا الجو هو اللي هيكون. لو الجو فراكالدو ايو اندرو الماري، انا هروح البحر. سينوات بيل تيمبو، يبقى كالدو وبيل تيمبو وفريدو وبروتو تيمبو وكذا. بيل تيمبو نوي اندري، والفعل هنا نوي، اجي اقول الفعل بتاع الجمله الاولانيه نوي، لو ما كانش فيه فاعل في الجمله الاولانيه وعند نوي ايوه اشتغل على نوي، بس ده في حاله ايه ما يكونش فيه تعبير من التعبيرات دي. بيل تيمبو بتكلم برضو الجو جميل، بتكلم على طقس او جو، يبقى دائما وابدا بصرف الفعل مع لو يلاي. سفرا بيل تيمبو، لو الجو هو اللي هيكون جميل، نوي اندري مونشيم، احنا هنروح السينما. اخر جمله بيقول لي سينوا تانتو ايو ريستو اكازا. ريستار بمعنى يبقى او يظل، يفضل. لو نقط كتير انا هفضل في البيت. مين الفعل ده يا شباب؟ فيربو بيوفر بمعنى تمطر. يا ترى انا اللي همطر ولا انت ولا هو ولا ايه؟ لا سي بيوفرا، برضو عايد على حاله الطقس الجو. سي بيوفرا، اصرف مع لولاي. سي بيوفرا تانتو ايو ريستو ا كازا، انا هفضل او ساظل في المنزل. ده بالنسبه للجزئيه الاخيره المرتبطه بالفطور ساندوتش. هو درس من الدروس السهله اللذيذه المهمه جدا عندنا في الامتحان، اللي لازم الاقي عليها جمله جرامر، لان انا عندي سي ونيتا 6 وحدات في منهج سنه ثالثه، على كل واحده لازم بيجيب له جمله جراماتيك على الاقل، وبالتالي ممكن الاقي جمله على الفطور ساندوتش من خلال التصريفات الافعال او حتى الكلمات الداله، وكمان الاقي جمله على جزئيه سي اللي هي الافراز هيبوتيتيك الجمله الشرطيه. ولازم يا شباب بلاقي كل جزئيات الجرامر اللي احنا بنشتغل عليها، لازم بلاقيها في الامتحان من خلال القطعه، من خلال التيمه، من خلال الايميل، وان كان لسه موضوع التيمه والايميل عليه كلام يعني. المهم ان انا لازم اعرف الكلمه الداله والفاعل، الكلمه الداله اللي بتقول ان انا بتكلم على زمن الفطور سامبلتش من خلال الكلمات اللي احنا قلناها، وبعد كده بحدد الفاعل يا ترى هو مديني ضمير اشتغل عليه مباشر، ما كانش كان اسم شخص او اسم واخد التعريف برجعه لشكل الضمير بالقاعده اللي احنا قلناها مرارا وتكرارا. اسم مفرد لو يولاي، اسم مفرد فاصله تو، اسم جامع لورو، اسم جامع فاصله فوي اي، واي اسم نوي تو، واي اسم فوي لقب وفاصله لو يولاي. بعد كده الافعال ايفيربي سواء ريجولاري منتظمه او ايفيربي ايريجولاري، تتميز النهايه دايما في المستوى البسيط بالنهايه الموسيقيه اللي هي رو راي را ريمو ريتي رانو، ايرو تو راي لو يولاي را نوي ريمو فوي ريتي لورو رانو، ايا كان سواء كان فيربو ريجولاري او فيربو ايريجولاري. الجزئيه الاخيره اللي اتكلمنا عليها اللي هي قاعده سي اللي هي الافراز هيبوتيتيك الجمله الشرطيه، واللي قلنا فيها ثلاث جزئيات، هي بيكون عندي عشان عندي جملتين، يعني في عندي فعلين مصرفين. الفعل المصرفين لو مديني فاعل في الجمله الثانيه صريح مختلف عن فعل الجمله الاولانيه هشتغل عليه. طب ما ادانيش فاعل صريح في الجمله الثانيه، بيبقى فعل الجمله الثانيه هو نفس فعل الجمله الاولانيه فيما عدا التعبيرات دي اللي دائما وابدا بصرفها مع لوي ولهي. ده كان زمن المستوى البسيط الفطور ساندوتش اللي هي في اونيتا اونو في الوحده الاولى في منهجنا منهج ثالثه ثانوي. اتمنى يا رب يكون كان جزء سهل وبسيط، ووفقت من الله سبحانه وتعالى ان انا اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط وسهل. وهيكون عند حضراتكم في الكتاب بتاعنا تمرينات كتير جدا زي ما بنقول دايما على الجزئيه اللي احنا شرحناها سواء سي او المستقبل البسيط، حضراتكم هتحلوها. ولو في اي جمله او اي حاجه زي ما بنقول دايما حضرتك كلمنا وبعت لنا من خلال منصة بريفاتو. اشوفكم ان شاء الله تعالى على خير في الحلقة الجاية. سنيور محمد الجبالي تشي فيديامو ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.